محمود بن حليب. المباراة ديال اليوم حنا يمكن وقيلا فكرنا في الانتصار ديال المباراة الإياب اللي لعبنا في سلام زغرتا في لبنان، لكن اليوم ما كناش مستوى اللي دار، يعني يمكن فكرنا في التأهل أكثر ما فكرنا في المباراة، وفكرنا في مباراة الأربعاء اللي عندنا سمي فينا إن شاء الله. صدمنا فريق سلام زغرتا اليوم، يعني لعب كل ما لديهم عنده ما يخسر، يعني حنا كنا بواحد المستوى اللي هو ماشي مستوى ديال فريق الرجاء. لاعبا سلام زغرتا شارلين جيم ووليد اسماعيل خاصة صدى الملاعب بكلمة بعد الخروج من البطولة. سلام زغرتا اليوم قدمنا مباراة كبيرة أمام نادي كبير مثل الرجاء، طبعا أول مرة نلعب قدام هيك جمهور كبير، وبرأيي التعود الواحد واحد كان جيد جدا، نتيجة إيجابية لنا وللكرة اللبنانية، بعتقد قدمنا صورة حلوة عن الفوتبول اللبناني وإن شاء الله لإنجازات أكبر بالمستقبل القريب. الخروج واحد بالمحتمل، بس هيدا فخر لنادي سلام زغرتا ممثل لبنان ككل لبنان والشعب اللبناني ككل، قدمنا مستوى بليق بفريق سلام زغرتا وبليق بسمعة الكرة اللبنانية، برهنا للجميع الكرة اللبنانية بعدها بألف خير، وممكن نحرج كل الفرق العربية والآسيوية.